ناصر، شو بتعرف عن موسيقى البلوز؟ مش كتير. يعني موسيقى البلوز هي من أهم وأشهر الموسيقات المحلية والأكثر منتشرة كمان. هي موسيقى لهوية للمجتمع الأفرو أمريكاني، واللي بلشت في نهاية القرن 19 وبداية القرن 20. موسيقى البلوز هي موسيقى بتعبر عن الألم والعنف والرغبة والحب والحياة اليومية، بالأخص التعبير عن رفض العنصرية تجاه اللون أو العرق. الاسم هو مشتق أصلا من اللون الأزرق النيلي، اللي يقال أنه كان يستخدم في ملابس الحداد في ثقافات غرب أفريقيا، وبالإشارة للحزن والمعاناة. يعني هاي مقطع من أغنية لقد ذهب الشوق، Thrill is Gone، لبي بي كينج، وهاي من أشهر أغاني طبعا البلوز. طب ليش فكرك عم نحكي على البلوز؟ يعني شو علاقة؟ يلا عم بستنى أعرف شو القصة. في علاقة كتير بسيطة حكى عنها طبعا الكبير زياد الرحباني، عن علاقة مقام الحجاز في البلوز. شو رأيك نسمع مع بعض زياد الرحباني شو حكى عن الموضوع؟ يلا. في نغمة مثلا اسمها بلوز، هيدي نغمة معروفة عند السود. هيدي النغمة إجمالا هن بينوحوا عليها هن وعم بيغنوا هالنغمة، هيك أكتر شيء. هلأ هالنغمة بمجرد ما نضيف عليها نوتة، هي هيك نضيف عليها صارت حجاز بسيطة. فيعني منشوف احنا كمان كبار الموسيقيين لما بيجوا بيحكوا كمان على موضوع الاندماج بين الموسيقى الغربية والشرقية، منلاقي دائما في علاقة، والعلاقة دائما موجودة. يعني وظيفتنا يعني قديش نقدر نضوي على هذا المكان دائما في العلاقة المتجانسة دائما بين الموسيقى العربية الكلاسيكية والغربية.